السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب الأحباء، طلاب الصف الخامس. اليوم الخامس إن شاء الله بدنا نحل تمارين، بدنا نحل أسئلة الألعاب الشعبية صفحة 75. طبعا السؤال الأول، أذكر ثلاثة من الألعاب الشعبية. طبعا عندنا الألعاب الشعبية مثل الحجلة، لعبة شد الحبل، لعبة الغمة، هي ثلاثة من الألعاب الشعبية. السؤال الثاني، العب مع زملائك في الصف بعض الألعاب الشعبية في حصة التربية الرياضية موضحا أهميتها. طبعا عندنا لعبة كرة القدم، وهي لعبة قديمة عريقة ومشهورة. أولا تعلم الطلاب التعاون والعمل ضمن فريق، وأيضا تنمي فيه روح التعاون والمشاركة، وكذلك هي رياضة مفيدة تعطيهم الصحة والنشاط والطاقة والحيوية. لعبة الزقيطة لعبة جميلة ومسلية، وخاصة للبنات والأولاد، طبعا تعطيهم الحيوية والنشاط والركض والحماس. ما سبب إعراض بعض الأطفال والأولاد عن ممارسة الألعاب الشعبية في رأيك؟ طبعا قد يكون عدم توفر مكان قريب ومخصص لممارسة مثل هذه الألعاب كالحدائق أو الملاعب هي إحدى الأسباب، أو قد يكون السبب الثاني تفضيل الأطفال ممارسة الألعاب الإلكترونية الحديثة التي تأخذه إلى عالم المغامرة والابتكار والخيال والتحدي، هي إحدى الأسباب أيضا. وثالثا طبيعة الحياة العصرية ربما جعلت بعض الأسر لا تورث أبنائهم ولا تعلمهم الألعاب الشعبية التي كانوا يمارسونها في صغرهم. السؤال رقم 4، أذكر بعض الأدوات التي كانت تستخدم في الألعاب الشعبية قديما. قطعة فخارية أو حجرية في لعبة الحجلة، هاي كانت تستخدم كأداة في لعبة الحجلة، وأيضا الحبل طويل سميك في لعبة شد الحبل. عندنا السؤال الخامس، قارن بين الألعاب الشعبية القديمة والألعاب الحديثة من حيث الأدوات المستخدمة والحركة والتعاون. طبعا احنا عملنا جدول حطينا فيها المقارنة من حيث الأدوات المستخدمة. الألعاب الشعبية القديمة أدواتها بسيطة رخيصة الثمن، ربما بدون ثمن، كالحجارة والعصي. أما الألعاب الحديثة أغلبها أدوات ومعدات وأجهزة إلكترونية حديثة متطورة كألعاب الحاسوب والجهاز الخلوي والتابلت والبلايستيشن وغيرها، وهي مكلفة وبعضها غالي الثمن. الحركة، من حيث الحركة، الألعاب الشعبية القديمة حركة مستمرة ولعب ورياضة وركض وجري ونشاط. أما الألعاب الحديثة هي أغلب الألعاب يجلس فيها الطفل أمام الشاشة، وبالتالي يكون قلة حركة وقلة نشاط. من حيث التعاون، الألعاب الشعبية القديمة هذه الألعاب تتطلب عدد من الأطفال غالبا يزيد عن 2، وبالتالي يكون بينهم تعاون واتفاق كل حسب دوره. أما من ناحية الألعاب الحديثة التعاون، معظم الألعاب الحديثة فردية يجلس فيها الطفل يلعب وحده أو برفقة طفل آخر. إذا نحن دائما نشجع الألعاب الشعبية القديمة أكثر من الألعاب الحديثة لما فيها من فوائد كبيرة. وهيك بكون طبعا خلصنا حل تمارين درسنا لهذا اليوم، هي الألعاب الشعبية. يعطيكم العافية.